شايف دي؟ عايزين نظبطها. خسارة في التصوير. على السلامة يا عروسة. تمام. طب لما انتوا ديكوا طيب؟ هي البلد فيها حاجة أهم منك دلوقتي. ما تريح نفسك وخليك صريح معايا وهاتوا الآخر. أنا اتظلمت ولازم أرجع حقي. اللي عملته في الصالة ده ما كانش ينفع. جه وقت الحساب. محدش فينا هو احنا مع النظام ولا ضد النظام؟